قضيتا الخان الأحمر المهدد بالهدم وترحيل سكانه واستهداف المسجد الأقصى الدائم كانتا الأبرز في نقاش القيادة التي سلمت إحالة إضافية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوصها إلى جانب ملف القدس لمحكمة العدل الدولية، وذلك برغم التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الجنائية الدولية وتهديد قضاتها. ذاهبون الى هذه المحكمه الجنائيه، وذاهبون الى الامم المتحده، وذاهبون الى كل المؤسسات التي تستطيع ان تفرض عقوبات على اسرائيل وعلى الولايات المتحده، هذا لازم الامر. يعني هذا الرجل يتصرف يعني حقيقه بشكل اخرق وخاطئ ومخالف للقانون الدولي ومخالف للالتزامات الدوليه ومخالف لشرعه الامم المتحده. القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أكدت على رفضها للحلول الجزئية وكل التهديدات الأمريكية والعقوبات التي فرضتها عليهم، عبرت عن رفضها لسياسة الترهيب التي استخدمت مع الجنائية الدولية. ردود الفعل الأمريكية بشخص جون بولتون أمام المحكمة الجنائية الدولية يدلل على استهتار الإدارة الأمريكية الحالية في مؤسسات هيئة الأمم المتحدة وتأثير على مصداقيتها. السياسة الأمريكية ضد الفلسطينيين جعلت من الشارع الفلسطيني أكثر دعما لقيادته أمام كل الضغوطات والعقوبات التي فرضت عليهم، وسيكون لهذا الدعم زخما كبيرا في الحراك السياسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس وما سيطرحه أمام الأمم المتحدة التي سيطالبها بتطبيق كل القرارات الخاصة بقضيتهم. احنا ما بدناش معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحن صامدون في وجهه، ولن نقبل تدخله في قضيتنا، ولن نقبل أن يفرض علينا ما يقوم به، وسنذهب للعالم من أجل المواجهة. الرئيس يحمل في جعبته ليس تفسيرا ولكن طلبا برفع درجة تمثيل الدولة الفلسطينية من مستوى مراقب إلى دولة كاملة السيادة وفاعلة. الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني وكذلك التوجه للمحاكم الدولية هو يأتي في إطار مواصلة الفلسطينيين للدفاع عن حقهم وحق تقرير المصير الذي يحاول الرئيس الأمريكي كما يقولون المساس به. محمد الصانوري، سي جي تي إن العربية، رام الله.